والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك اخواتي وحبايبي، اهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي صحة جيدة. برضو يا جماعة اذكركم ان شاء الله اللي مش مشترك عندنا يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان توصلوا عروضنا اول باول. النهاردة يا جماعة جايبين عروض مميزة ان شاء الله، اكتر من عرض ومن اكتر من مكان، يا رب ينالوا اعجابكم. وباذن الله اي حد محتاج اي حاجه تقنعت عليه واحنا تحت امره، واي حد عايز ينشر حمام على القناه بدون مقابل مجاني يقول لي بتعليق وانا اقول له اتواصل معاه ازاي، سواء على الواتس او على الفيسبوك. النهارده يا جماعه عايز اتكلم كلمتين قبل ما اتكلم في موضوع البيع. يا جماعه احنا في فصل الصيف واحنا في عز الحر دلوقتي، مهم جدا يا جماعه عشان نعمل وقايه من الجدري نظافه الحمام. لازم ننظف الحمام كويس ونكافح الحشرات اللي في الحمام. طب واحد يقول لي هنكافح في ايه؟ في اكتر من حاجة يا جماعة بنكافح فيها. انا عن نفسي بجيب اكتوموسرين بشري واجيب بيوتكسي بيطري، بحط سنت من ده على سنت من ده على رطل مية في بخاخ وبرش الحمام كويس، وبحطه ما بخليش البتاع الرش يجي على عينيه، وبحط الحمام في الشمس شويه. ودايما يا جماعه طول الصيف بجيب لما اخذ طشت بالفلاحه كده باللغه بتاعتنا الفلاحي، طشت بحط في ميه وملح وخل، بحط في نص الغيه وبسيبه والحمام بينزل يستحمى لوحده. ده عشان الحر يا جماعه وعشان الحشرات، لان لو اجى عندك الجدري في غيتك انسى ان هو يخرج منها، بيعمل لك مشاكل وبتعبك جدا جدا وما بيطلعلكش زغلول، ممكن طول الصيف اللي طول الموسم ما تاخدش زغلول بسبب الجدر ده، لانه بيجي يا جماعه للزغاليل، لان الزغاليل قريشها لسه ما فيش فيها قريش. والدبان اللي لما اخذ الزبون بتاع الحمام ده مغرس قرصه وحشه فبيتسبب في مرض الجدري، ومغرس برضه في العينين ومغرس في الاماكن اللي مش فيها ريش، يعني بيبوظ لك الزغلل خالص. نيجي يا جماعه الاول عرض معانا. العرض ده من دمياط مجموعه حمام زي ما انت شفت في الفيديو. اللي حابب يجيب حاجه يتواصل مع رقم التليفون. تاني عرض معانا يا جماعه مجموعه هزات، هي عباره عن اربع اسوس هندي شغالين، وفي ذكر اصفر وفي زغلول وفي اس ديول وزغلولين ديول وزغلولين هندي. المجموعه كلها يا جماعه 1800 جنيه كل المجموعه مع بعض 1800 جنيه مكانها دمياط. انا شايف يا جماعه ان السعر مناسب جدا، يعني هم حوالي ده اربع اسوس خمسه ست اسوس وكوزين زغليل وذكر.
ده عرض معانا يا جماعة برضو من دمياط، مجموعة زغاليل للنش، أنواع مختلفة. في ناس يا جماعة ما تحبش تكتب أسعار لأن بيبقى الموضوع يعني أكتر من نوع وأكتر من جوز وكل حاجة بقيمتها، فاللي عايز هيشتري هيتصل، يعني مش هتخسر حاجة بعد تصل تعمل اتصال بنص جنيه ولا بجنيه، اللي عايز يشتري بيتصل ويعرف التفاصيل وكده. ولو حد عايز اي حمام او يعرف اسعاره يا جماعه برضه يعرفه. ده اس عندنا احنا بنقول عليه حلبي، حلبي ازرق، ودي انتايه برضه يا جماعة هندي. دي اللي برضه مكانهم دمياط، معانا النهارده عروض من دمياط وعروض من المنصورة. ده يا جماعة ده كاركينج أحمر زي ما أنتم شايفين، مستوى كويس وسعره كويس جدا يا جماعة. على فكرة ده عامل 350 جنيه يعني يا بلاش. ده مكان المنصورة، ده كار شغال وب 350 جنيه. ده برضه فيديو تاني، مقطع تاني لنفس الذكر. عامل 350 جنيه يا جماعة. ده له جزء يا جماعة النتاية ضعيفة شوية بس الدكر كويس، وجزء مع بعض عاملين 350 جنيه يعني يعتبر حق الدكر بس. ده اس كينج يا جماعه، وموجود مع اولاده بس اولاده مش موجودين في الفيديو، فاللي حابب يتواصل على رقم التليفون، وبرده مكانه المنصوره. نيجي بقى الحمام ده يا جماعه، ده حمام اخونا الشيخ يوسف، تلات زغليل، بول هيد، ولاد حمام غالي مستوى عالي. ولاد حمام مستوى عالي ممكن يرمي بطن كده يا جماعه مش مظبوطه، بس البطن دي الزغاليل دي تشتغل وترمي مظبوط. يعني احنا في ناس بتشتغل على التردة، حاجه اسمها تردة الغاوي، يعني الغاوي بقى عنده حاجات مني تطلع دون المستوى، بس في نفس الوقت انت لو جبتها وشغلتها لما كبرت وتشتغل عندك هترمي لك حمام مظبوط نسبه للاهالي. في ناس كتير شغاله على الموضوع ده، بتاخد تردة الغاوي اما يكون عنده حاجه كده طالعه مش مظبوطه فبتشتريها، ولما بتشتغل بترمي حمام مظبوط وعلى الشعره. دي معلومه يعني للجميع. ده لجوز الزجاج الاصفر زينه، الذكر بيطرد اهو. اخر عرض معانا يا جماعه ده جوز تغليل باكستاني، لون مميز وتوم مميز، حمام جامد. ده الفيديو بتاعنا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.